السلام عليكم ورحمة الله أخواتي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. برك حبيت اليوم نجاوب على الانتقادات اللي يقول لك واش دخل الباطا، واش دخل الزيت تاع الباطا في الماء، كيفاش يدخل الماء داخل الباطا. حبيت برك ما ماشي موالف نريبوندي على هاد الناس بصح، هادي حبيت نعطي اكسبليكاسيون للناس اللي واعيين مثقفين. خاوتي لا بواط فيتاس تاع بواط تاع لا فيات تيبو 1.6 فيها ان بواط اوتوماتيك، فيها ان سيستيم دو ريفرواديسمون. هذا هو لو سيستيم دو ريفرواديسمون تاعو. دونك واش يصرى هنايا؟ لا بواط فيتاس كاين دو سيركوي، هذوما يدخل الزيت منا، يدخل منا او فيها صفايات يخرج منا هكذا. دونك سو كيف يجي سخون يجي يدير ان تيتور هنايا ويبرد، هنا كاين سيركوي تاع الماء، الماء يدخل منا سخو بارد ويخرج منا سخو. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا سيركوي يدور هنايا تاع الماء، وهنا يدور الزيت، ما يتلاقاوش هنايا. واش يصرى؟ واش يصرى كي يكون الزيت الماء يروح للزيت؟ هنا يكون دي سيركوي هادوك، يصرى ان بيكاج، يصرى ان بيكاج بين السيستم تاع الزيت، لو سيركوي تاع الزيت والسيركوي تاع الماء. يصرى ان بيكاج داخل، يصرى ينروي داخل، يصرى ان بيكاج يولي يروح يخلط الزيت مع الماء هكذا خاوتي. دونك الناس اللي يقول لك واش دخل الماء في لابواط افيتاس، هاولي خاوتي هذا نظام تبريد تاع الزيت تاع لابواط افيتاس باش تفهموا مليح. الزيت يخرج يدخل منا يخرج منا، الماء يدخل منا يخرج منا، الماء هذا يبرد هذاك الزيت اللي يكون داخل الباطا هكذا خاوتي. هذا ما كان، والسلام عليكم ورحمة الله.